جينا بقى للفقرة المحببة إلى قلبي أنا وكريم، لأن هي فيها تواصل مباشر مع حضراتكم. يعني أنا بحب جدا أسمع ونشوف وكمان كده الاقتراحات اللي حضراتكم بتقدموها بجد أوقات كتيرة جدا بتفيدنا في البرنامج وممكن إن احنا كمان نطبقها. نبدأ بقى معاك أستاذة سوسو محمد. سوسو محمد، صباح الخير على احلى مذيعه المتالقه دائما واحسن مذيع كريم كوجوك، بنشكرك شكرا جزيلا. صباح الخير وسعاده. افضل لاعب ايه ما كملتش الشناوي والسوليه. والسوليه حلو ماشي. استاذ جمال، صباح الجمال، اسعد الله صباحكم. فين اللاعب؟ ماشي خلينا نخش في الاخر. اليو باجي، بالتوفيق ان شاء الله. تمام. مصطفى عادل فودة، بعد صباح الجمال عليكم يا استاذه نواند واستاذ كريم. صباح اهلاوي بالنصر ان شاء الله. محمد الشناوي ومعاه عمرو السوليه، مقدمين موسم ولا اروع ولا اجمل، وان شاء الله المجهود ده كله يكلل بتتويجهم بلقب افريقيا السنه دي ان شاء الله. استاذ رمضان منصور بيقول الشناوي، طبعا الفريق كله بالاخص الشناوي. تمام. محمد رخا، صباح الفل. كابتن محمود بتولي نسيت توب فان. مين فين؟ توب فان تحت، في توب فان كلهم رجاله. بس طبعا ماشي. اوكي تمام. محمد رخا، كابتن محمود بتولي مايسترو الدفاع، ربنا يشفيك وترجع لنا احسن من الاول. جمهور الاهلي ما بينساش اللي قاتل عشان يلعب باسم النادي الاهلي، ودايما هنكون داعمين ليك وان شاء الله تكون صخره الدفاع الجديد. استاذ احمد غازي، صباح الخير. وانا بشوف وليد سليمان، محمد الشناوي، علي معلول، مروان محسن، احب اقول له انه لو اشتغل على نفسه شويه هيكون في مكانه اعلى وهيرجع ايام التالق. ان شاء الله يكون سامعك يا استاذ احمد. محمد فاروق بيقول طبعا مؤمن زكريا، ربنا يرجعه بالسلامه. شيكو، صباح الخير. وليد سليمان لما بينزل بيغير اي ماتش نزل فيه، بس يا ريت فايلر يديله اكتر من كده في الوقت. تمام. محمد عقيلي شايف ان افضل لاعب من وجهه نظره هو الشناوي. واضح ان في اجماع الشناوي. ابو مريم، صباح الخير. اللعيبه كلهم او كلهم طبعا ماشي. محمد علي كلي، صباح الخير والسعاده لكل الاهلاويه، الشناوي والسوليه. اوكي. ابراهيم الزنكلوني، كهربا هو اللاعب المفضل من وجهه نظره. وعامر ابو عامر او عمار أبو عامر. عمار اني وايز بيقول انه افضل لاعب من وجهه نظره هو عمرو السوليه. برضه في اجماع على عمرو السوليه. محمد مصطفى، صباح الفل. واعظم نادي في الكون كله، طيب الفرقه كلها هنا. وليد درويش السوليه. السوليه ماشي. السيد رسلان، صباح الخير على الجميع. نظري افضل لاعب كمنظومه لاعب الاهلي مين؟ عايزين نقفش اسمه بقى. طيب ناصر محمد، الاهلي نفسه يعني ماشي. الجميع يستحق بس هذا الموسم بكل تاكيد محمد الشناوي والسوليه وحمدي فتحي وايمن اشرف، وعايز اكتب كل الفريق والله. على فكره بالمناسبه برضه عشان الناس ما تسيئش فهم السؤال، بطبيعه الحال طبعا كل لاعب يعني كل لعيبه النادي الاهلي محبوبين اكيد طبعا، بس هي بتبقى الفكره في ايه؟ ان انت بتفضلي لمسات معينه للاعب معين، بتفضلي طريقه تعامل لاعب معين في الملعب، يعني بتبقى فروقات فرديه، لكن طبعا المحبه متوزعه بالتساوي على الكل. جمهور الاهلي اولا واخيرا، بعدين السوليه والشناوي والبطل حمدي فتحي. كهربا وياسر ابراهيم، استاذ محمد سليم بيقول، ونبيل صابر بيقول لم اشعر بتميز لاعب معين، ممكن نقول محمد الشناوي عشان ملوش بديل على نفس المستوى. هو انا بشوف محمد الشناوي من افضل اصلا يعني حراس المرمى في مصر بصراحه، وعامل موسم حلو فعلا. محمد غريب، صباح الخير عليكم. محمد الشناوي، ونفسي اعرف المزيد عن حياته وكفاحه. دي نقطه كويسه، واحنا ممكن فعلا نعمل قدام يا كريم يعني زي دوكيومنتريز كده عن اللعيبه بتوعنا. طبعا فكره حلوه فعلا. محمد حسن بيقول اتمنى ال 11 لاعب ينزلوا في اي ماتش يكونوا على قلب رجل واحد وكلهم نجوم. محسن ياسين، الشناوي افضل لاعب، وبيتمنى منك يا كابتن شناوي تحافظ على وحده الفريق، ومنتظرين كمان منك كتير. عاشور علي من وجهه نظره هو وليد سليمان الحاوي. برضو الشناوي من استاذ ابو فاروق والسوليه، صباح الورد. محمد برضو نفس القصه، الشناوي والسوليه وليد سليمان. حسام الاهلاوي، معلول والسوليه والشناوي. وحازم حازم، معلول ومروان وحسين الشحات وقفشه والسوليه، وفي الاخر قال لك كله كله. ده اللي بيقوله. هو ده، هو الفريق جزء لا يتجزا. احنا يعني احنا كلنا كجمهور احنا عارفين ان احنا في ظهر فريقنا، يعني خسر فاز، بس احنا طبعا بنتمنى دايما الفوز للفريق بتاعنا، بس زي ما انت قلت كده بيبقى في لاعب الى حد ما ممكن يكون مفضل لدى اي شخص. يعني برضو احمد ابو الرجا بيقول عمرو السوليه. تمام. لان مستواه ثابت، يعني خدت بالك بالتفصيله بيقول مستوى ثابت. مستوى ثابت فوزي محمد الشناوي وحمدي فتحي وعمرو السوليه وعلي معلول واليو باجي.
الكلمة الطيبة، بعشق الكل بس اللي عاجبني عمرو السوليع. إسلام أحمد الشناوي أفضل حارس في مصر. أنا أتفق معاك. محمد عبد الرازق الشناوي وليد سليمان السوليع بادجي بعد توقف الكورونا. هو طبعا الاسماء متكرره بشكل انا شايفه مرفوض. ان تقريبا الشناوي والسوليع متكررين بشكل كبير جدا. فبص يعني احنا الشناوي 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 كابتن الشناوي كابتن محمد الشناوي بالتوفيق النهارده، يعني الجمهور واضح ان هو عليه اقبال شديد طبعا، وبنتمنى باذن الله خير. ودايما احنا بنقول برضو ان محمد الشناوي كان رجل المباراه في كذا ماتش قبل كده فات، وكل التوفيق لفريقنا ان شاء الله. و